عيوب اللجان، عيوب اللجان طبعا عيوب اللجان لي Disadvantages طبعا ما دام هناك ادفانتجز اذا هناك ضروري انه يكون هناك Disadvantages طبعا العيوب عيوب اللجان طبعا بالرغم من فعالية اللجان كوسيلة تنظيمية وسيلة اتصال إلا أن هناك ايش الكثير من المشاكل التي تواجه اللجان، اللجان إيجابية لكن هناك بعض السلبيات، السلبيات قد تكون أيضا هذه السلبيات ليست في اللجان قد تكون في الجهات المشكلة لهذه اللجان إلى آخره لنرى أولا التكلفة في الوقت والمال لاحظنا كما هناك في الاجتماعات كما نعتوها إنه هي مضيعة للوقت والمال وهدر الجهد إلى آخره هناك الكثير من قال بأنها تستغرق الوقت الطويل يفوق كثير القرارات التي تصدر عنها. وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر المختلفة، وعادة ما يكون ايش إيه القرار للحل الوسط، طبعا يفضل في هذا الحال ايش انه عدم عقد مثل هذه اللجان لانها تعتبر مضيعه للوقت والمال، هي مضيعه للوقت والمال فاللجنه المكونة من عدد من الاشخاص لمده ساعه تستهلك ما يعادل عمل يوم كامل للمدير لأنها قد تؤدي إلى تعطيل الأعمال الأساسية لأعضائها هذا من جهة من جهة أخرى المناقشات الجانبية المناقشات الجانبية بعد عقد اللجنة يكون هناك إيش مواضيع جانبية يتسابق الأعضاء في طرح مواضيع شخصية تكاد إيش تأخذ تكاد تأخذ وقت كبير منهم وتعطل المواضيع الرئيسية في جدول الاعمال ايضا هناك تجزئة المسؤولية من مساوي اللجنة لتشتيت المسؤولية وعدم الإحساس بها كل عضو عليه مسؤولية معينة إذن المسؤولية تقع على الجميع لكن لا يمكن محاسبة شخص واحد عن اعمال الجماعة هنا المسؤولية ايش موزع. أيضا خطر الحل الوسط، هنا المشكلة كما تكلمنا، أحيانا في المناقشات هذه يتم من المناقشة واحتدام النقاش وبالتالي تشتت وجهات النظر المختلفة وعدم الخروج بنتيجة معينة وبالتالي اتخاذ الحل الوسط. طيب التهرب من القيام بعمل معين، اللجنة أيضا هي وسيلة يلجأ إليها المدراء عندما لا يريدون البت في موضوع معين او يرغبون في 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 التعطيل او تاجيل اتخاذ القرار او إيه عدم الحضور عدم الحضور وبالتالي يتهربون انه ايش عندنا اجتماع عندنا لجنه الى اخره ايضا استبداد الاقليه وصعوبه الوصول الى راي واحد طبعا بسبب المكانه او نفوذ بعض الاعضاء في اللجنه قد يكون بعض بعض الاعضاء في اللجنه من المستويات الاداريه العليا والاخرين من المستويات الاداريه الدنيا، وبالتالي هنا يكون دور النفوذ والقوه، لذلك القرارات الصادره هي ليست قرارات ايش؟ إي يعني صحيحه 100%. طبعا هناك حاله اخرى عندما تتعادل الاصوات المؤيده والمعارضه للقرار، فيكون راي رئيس اللجنه مرجح للاغلبيه للكفه الاخرى، وهذا يعتبر من الشيء الغير صحي في عقد الاجتماعات اللجان الفعالة كيف تكون اللجان فعالة كيف تكون اللجان فعالة طبعا لكي تتمكن اللجنة من تحقيق أهدافها يجب أن يوضع في الاعتبار بعض النقاط الرئيسية التالية التي يستند إليها حتى تحقق اللجنة الكفاءة. طبعا هذه النقاط كما يلي: اولا تحديد سلطة واختصاصات وواجبات اللجنة بوضوح، السلطة والاختصاصات، كل شخص يعرف ما هو عمله، ما هو مناط به، ما هي واجباته، ما هي حقوقه بوضوح، اذا تحديد نقاط ايش؟ نطاق السلطة والمسؤولية. ثانيا اختيار اعضاء اللجنة. هذا شيء اساسي انتقاء اختيار بمعنى انتقاء ان ننتقيهم اشخاص مختصين وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الاختصاص مهم عمليه الانتقاء هنا المهم الجوده وليس الكميه يعني الكواليتي وليس الكوانتيتي طبعا اختيار اعضاء اللجنه القادرين على العمل بفاعليه في المجموعه لتحقيق الهدف الذي من اجله تم تشكيل مثل هذه اللجنه وأن تكون لديهم المقدرة الكلامية التحليلية التعبيرية بوضوح وسهولة عن آرائهم والخروج بنتائج جيدة مفيدة واضحة تحضير جدول العمل قلنا جدول العمل أساسي وضروري اللي هي تلك الموضوعات التي ينبغي أن تناقش داخل اللجنة موضوعات معينة ويتم ترتيبها أيضا المتابعه لاعمال اللجنه لو ما في متابعه ما استفدنا يجب ان يكون هناك متابعه فعاله مستمره للاعمال التي قامت بها اللجنه للتاكد من ان الامور تسير حسب الخطه المرسومه حسب الهدف حسب الاستراتيجيه ايضا يجب على اللجنه تقديم التوصيات والاقتراحات عن الدراسه او الاعمال التي قامت بها يجب ان نعرف ما قامت به اللجنه ما توصلت اليه اللجنه شو الامور اللي تم مناقشتها شو التوصيات شو الاقتراحات الى اخره او ايضا توصل اللجنه الى راي واضح وحاسم يجب ان ايش تتوصل اللجنه الى راي واضح يكون واضح يفهمه الجميع وحاسم ايضا العمل على دراسه توصيات اللجنه ومن ثم تنفيذها في الوقت المناسب ليس فقط دراسة التوصيات بل عملية تنفيذها، أيضا أن تقوم اللجنة تقويم اللجنة ونجاحها، يجب العمل على تقويم أعمال اللجنة في الإجتماع وقياس مدى الإسهام في تحقيق الهدف، النتائج التي أدت إلى نجاح الهدف يعني ما هي القرارات التي خرجت بها اللجنة. هل هذه القرارات ساعدت في نجاح اهداف وتحقيق اهداف المنظمه ام لا